الآن تفضل. ما يفعل المريض في صيامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس. ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. أحسنت. نعم، قال مالك رحمه الله: الأمر الذي سمعت من أهل العلم، هو أدرك التابعين. الإمام مالك أدرك التابعين رحمه الله، فهو من أتباع التابعين. أما أبو حنيفة فهو تابعي، لأنه أدرك أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض يتقي من الصلاة. طيب، نكمل هذا الحديث. المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر. الصواب أن المرض إذا شق عليه مشقة غير محتملة فإنه يجب عليه الفطر. الدليل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. طيب، المرض الثاني يشق عليه مشقة محتملة وهي شديدة ولكنها محتملة، هذا يسن له الفطر ويكره له الصوم ولكنه يصح منه. الثالث المرض الذي لا يشق عليه معه الصوم والمشقة يسيرة. وعليكم السلام. مثل كما قلت لكم سابقا، مثل الزكام والرشح وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز له معه الفطر. ثم قال: كذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا شق عليه القيام في الصلاة فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا، هذا في الفريضة. في النافلة يجوز أن يصلي قاعدا شق عليه أو لم يشق عليه، ولكن إذا كان بدون مشقة في النافلة فإن له النصف من أجر صلاة القائم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودين الله يسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء في حديث: لن يغلب عسر يسرين، وهو حديث ضعيف، ولكن الآن عندنا يسران وعسر واحد. ما هما اليسران؟ العسر واضح، عسر في الدنيا. أما اليسران فهما يسر الدنيا ويسر الآخرة، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو أقوى على الصيام من المريض. المسافر يقوى على الصوم، أسهل عليه الصوم من المريض، ومع ذلك جاز له الفطر، إذن المريض يجوز له الفطر. طيب، يقول: الأمر المجمع عليه أو المجتمع عليه هو أنه يجوز الفطر للمسافر حتى لو ما شق عليه، لو سافر في الطائرة أو في السيارة أو في البرد يجوز له الفطر، ما دام أنه مسافر يجوز له الفطر في السفر، لأن الله أباح له ذلك. وأيهما أفضل؟ نختم بهذه المسألة: الصوم أو الفطر في السفر؟ الجواب: إن شق عليه الصوم ولو مشقة يسيرة فالفطر أفضل له، وإن لم يشق عليه الصوم أبدا في السفر فالصحيح في هذه المسألة أن الأفضل الأيسر له،
إن كان أيسر له الفطر أفطر في السفر، إذا كان أيسر له أن يفطر ويقضي فالأفضل له الفطر، وإن كان الأيسر له القضاء الصوم يقول لأن القضاء يشق عليه فالأفضل له الصوم إذا كان ما يشق عليه. وهذا اختيار الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو أحد قول شيخ الإسلام بن تيمية. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاه جميعا خير.